قالوا في قصة ولادة أم عمر بن عبد العزيز، جدته التي تزوجها ولد عمر بن الخطاب عاصم، عمر بن الخطاب ماشي بالليل وسمع وكان يتفقد الرعية، وسمع امرأة تقول لابنتها يا بني قومي فامزج اللبن بالماء بالليل، قالت فإن أمير المؤمنين نهى عن ذلك يا أمه. قالت يا أمي أمير المؤمنين ما قال ما تعملوا كذا. قالت وأين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين بيكون نايم. فقالت لها فأين رب أمير المؤمنين؟ دي المراقبة هنا. عمر بن الخطاب طوالي حفظ محل البيت، قال لأولاده لو أن لي رغبة في زواج لتزوجتها، فتزوجها ولده ثم كان من نسلهما عمر بن عبد العزيز. المراقبة دي سبب شنو؟ والقلب ده سبب صلاح شنو؟ والخل عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من معاداته للمسلمين وأذيته لهم، يبقى هو الرجل لما يسلم يبقى هو من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. ولما يجي واحد لما يبقى حاكم يقول له يا عمر والله إنك لا تقسم بالعدل ولا تعطي الجزل، تزول أول حاجة بخيل ما بتدي الناس حقهم وما بتقسم بالعدل. قال فهم به عمر أن يضربه، فقرئ عليه قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله.